تثبت ان انت جبت سيره الشناوي، ما تيجي نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع محمد الشناوي. الشناوي احسن لاعب في افريقيا، جايزه يمكن ما خدتش وقتها. خلينا نتكلم النهارده على المباراه كابتن محمد. مليون مليون مبروك، مليون مبروك على الكاس السوبر، مليون مبروك على بطوله غاليه. على المستوى الشخصي محمد الشناوي كان مستني هذه البطوله، مستني هذه المباراه؟ لا انا مش، لا مش انا الواحد اللي مستنيه. مش عارف انت جايبني انا الواحد ليه؟ الفرقه كلها، لا لا الفرقه كلها طبعا مستنيه البطوله دي عشان نفرح الجمهور. الحمد لله النهارده كنا تعهدنا الفتره اللي فاتت اللي احنا ان شاء الله البطوله دي ما تطلعش من النادي. الحمد لله احنا جبناها للنادي الحمد لله، وببارك للعيبه كانوا قد على قد المسؤوليه، وببارك للجهاز الفني، وببارك للاداره. يعني الفتره اللي فاتت احنا تعبنا كتير عشان نوصل، وكنا مستنيين اليوم ده للبطوله ديت. الحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا ورجعنا بالبطوله، وما روحناش الجمهور اللي جه ورانا وساندنا، ده اهم حاجه. وببارك للعيبه هم اول حاجه، والف الف مبروك. شكرا. النهارده اخلاص كبير جدا من جمهور النادي الاهلي. شكرا.